لو اجينا الان بدنا نصمم مش متريجر بسنجل سبلاي ريل، السبلايز اللي عندي هي 0.5 فولت، مش دائما عندي 2 سبلاي ريلز، ومش دائما انا اصلا بدي 2 سبلاي ريلز، فهون احنا ببساطه بدنا نحوله للوجيك. فبدنا نصمم هذا بحيث انه يكون 3.75 و1.25، فرح ناخذ الانبوت من هون، اي في انبوت اوف تي. رح اخذ الاوتبوت من هون، هي هذا بلس 5 فولت، وهذا هون 0 فولت. وراح اخذ الاوتبوت من هون على 2 ايكوال ريزيسترز، لكن هذا راح اشبكه من هون على، او شبكته زي ما شبكته بالاول على 0، وراح يطلع عندي الاوتبوت من هون. خلينا نشوف اذا هذا بزبط، اذا بزبط معنا بعطينا، المفروض يعطينا، انا حاسبها انه بعطيني 3.75 و1.25. خلينا نشوف الفولتج. بس نعم ماينس والبلس لازم لازم يكون عندي بوزيتيف فيدباك، ما ينفعش مضبوط؟ لازم يكون بوزيتيف فيدباك، بوزيتيف فيدباك عشان هو السيستم فعليا بصير انستيبل بروح، بس هو ايش اللي بوقفه انه يزيد عن 5؟ انه السبلاي ريل 5 هون، هاي احد الظواهر القليله اللي نستفيد من البوزيتيف فيدباك هون. وهي عندي هذه نسميها في 1 اوف تي، ونسمي هاي في اوت اوف تي. هلا لما يكون الاوتبوت 5 فولت من هون بلس 5 فولت، وخليني افترض انه هذا كان 0 فولت الانبوت من هون، ف 0 فولت هاي ايش راح تكون النقطة من هون؟ 5 فولت، وهاي راح تكون هون 2.5 فولت، مضبوط هيك عندنا؟ مضبوط 2.5 فولت. بدنا مختلفة للآر، مضبوط صح، أنا أظن ايش عملنا حتى هاي تصير 1.25 أو 3.75 بدها تكون هذه 2R وهاي ار، مش هيك مضبوط؟ لو كانت 2R وR شو بتصير هاي؟ هاي بتصير 3.75، ولما يرجع يصير هذاك 0 قديش راح تصير؟ دكتور يمكن 3R مش 2. لا حتى بظبطش لأنه عندي 0. مضبوط؟ أظن هاي لازم تكون 2.5 فولت، هلا تذكرت. أوكي هيك مضبوط. ولا ما راح يظبط، راح يصير 0 عندي. هون طلع هلا هاي لما تكون 5 وهاي 2.5 قديش هاي راح تكون؟ 3.75. لما هاي تكون 0 وهاي 2.5 شو راح تصير هاي؟ 1.25. هيك بتزبط الدائره معنا. خلينا نشوف الحاله الاولى، لما كانت هذه لو 0 فولت، هاي كانت 5، هاي 2.5، هاي راح تصير 3.75. بكل واضح ليش 3.75؟ لانه اول شيء هاي 5 و2.5 قديش الفرق بينهم؟ 2.5، 2.5 راح توزع بالتساوي 1.25 1.25، مضبوط؟ هاي راح تكون اوطى من ال5 واعلى من ال2.5، فهي 3.75. راح يرجع عندي هون 3.75 عند النقطة هذه من هون. هلا هذا إذا كان لو ما راح يصير في تغير في الأوتبوت لحد ما الزيرو هذا أو الإنبوت هذا يتجاوز مين؟ 3.75. خلينا نرسم الترانسفير كاركترستيك. هاي عندي هون في إنبوت أوف تي، وهون عندي في أوتبوت أوف تي. إذا خلينا نشوف هلا الأوتبوت كان عندي الإنبوت عفوا 0، والأوتبوت قديش؟ 5 فولت، فإحنا عند النقطة هاي من هون. هلا رح يبدا الانبوت عندي يزيد، مضبوط؟ لما يوصل الانبوت 3.75 شو رح يصير التغير؟ رح يصير في تغير في الاوتبوت، مش هيك؟ لانه في اللحظه اللي هاي بتصير اعلى من 3.75 رح يصير هذا نيجاتيف، رح ينزل من 5 فولت لوين بده يوصل؟ ما في شيء ماينس 5، بده ينزل لزيرو، فرح ينزل لزيرو هون، هلا لما يبدا ينزل، هلا لما هذا نزل لزيرو وهذا لسه بلس 2.5، ايش رح يصير هذا؟ 1.25، مش هيك؟ 0 و 2.5 رح يكون نصها هون 1.25 1.25، فعندي عند نقطة هذه راح تكون 3.75 فولت، وهاي النقطة راح تكون 1.25. عندي هاي سهم هيك وهي سهم هيك. طبعا هون اللوجيك معكوس، إذا بدك ترد تعكسه مرة ثانية شو بتعمل؟ بندخل هذا هون على فبنعكس هذا من هون، وبعطيني اللوجيك اللي احنا بدنا اياه والتو ليفلز اللي احنا بدنا اياهم.